بيكم في قناة إيمي يومي. الأسبوع اللي فات كنا عملنا كريمة الخفق المتماسكة بالجيلاتين، بس هي في نفس الوقت دي ممكن نحن نغلف ونحشي بيها، لكن مش هتساعدنا ان احنا نعمل شكل وردة او اي حاجة للتزيين بيكون فيها تفاصيل وملامح عايزينها تكون واضحة، عشان هي برضو بتبقى ناعمة شوية. النهاردة هنعملها بقى بطريقة تكون متماسكة وبدون جيلاتين، وفي نفس الوقت تساعدني ان انا اعمل بيها الاشكال اللي انا عايزاه. عندي كوبايتين من كريمة الخفق الباردة، هندخل عليهم 4 معالق كبار سكر بودرة، و5 معالق كبار لبن بودرة، ومعلقة صغيرة فانيليا، ومعلقة صغيرة محسن كيك جل. هو دي بقى يعني المكون السري بتاعي اللي هيخلي الكريمة تبقى يعني متماسكة معايا وتساعدني ان انا اعمل كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها. ابتدي تضربهم بسرعة قليلة. في اخر الفيديو هجمع لكم المكونات كلها بالجرام وبالكوباية. بعدين هعلي السرعة بتاعتي وهفضل اضرب فيها لغاية ما توصل للقوام اللي هنشوفه مع بعض. هنا ابتدت تتقل معايا، بس برضو مش هو ده القوام اللي احنا عايزينه، احنا لسه هنستمر في الضرب. انا بوريكم هنا مراحل تطور يعني الكريمة معانا، عشان تبقوا عارفين احنا هنستمر في الخفق لغاية قد ايه، علشان ناس كتير قوي بتفصل منها كريمة الخفق من كتر ما بيضربوها اكتر من اللازم، متخيلين ان هي زي الكريم شانتي وهتوصل للقوام بتاع الكريم شانتي، لكن هي انعم بكتير واخف بكتير. يعني شايفين هنا عملت معانا المنقار ده، بس لسه ناعم لسه خفيفة، يعني لو جيت ان انا اعمل بيها وردة هلاقي ان مش باين لها ملامح، هتبقى كأنها كورة كده من الكريمة ما فيهاش اي ملامح وردة. فاحنا هنكمل ضرب تاني.
احنا هنا كده في المرحلة دي ممكن احنا بقى نبتدي نستخدمها ان احنا نحشي بيها او نغلف بيها التورتة، بس برضو لسه مش هي دي اللي هينفع ان احنا نعمل بيها الورد او اشكال التزيين اللي احنا عايزين نعملها. احنا ممكن ان في المرحلة دي ناخد منها ونحشي التورتة ونغلفها، وبقيتها بقى ممكن ان احنا نكمل في ضرب تاني لغاية ما نوصل لقوام اللي احنا محتاجين نعمل بيه الورد بتاعنا. هنشوف مع بعض بقى ايه القوام ده بيبقى شكله عامل ازاي. في حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها في الوصفة دي، ان احنا لازم نستخدمها فورا بعد ما نجهزها على طول، علشان محسن الجل دوت بيتفاعل معاها وبيعمل لي زي فراغات هوا كده بتغلبني بعد كده في الاستعمال، بلاقي ان الكريمة نفسها مش سهل ان انا اشكل بيها او كده. فما ندخلهاش التلاجة ولا اي حاجة غير لما نستعملها ونزين بيها كل الحاجة اللي احنا عايزينها، بعدين بقى نبقى ندخل التورتة بتاعتنا براحتنا. كده ده بقى القوام المتماسك اللي احنا بنقول عليه، هو ده بقى اللي هنعمل بيه اشكال الورد اللي احنا عايزينها، وهنلاقيها متماسكة وجميلة وواخدة شكل الوردة بكل تفاصيلها وملامحها، افضل بكتير من كريمة الزبدة، لان بصراحة كريمة الزبدة بتبقى تقيلة قوي في الاكل، فدي افضل بكتير وطعمها احلى واخف واجمل بكتير. وبكده تبقى خلصت وصفتنا النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.